بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تنفيذ المجسمات الهندسية هنعمل فيديو كده شرح سريع للمجسمات الهندسية بعد تنفيذها. يعني ده الهرم الثلاثي بعد تنفيذه، اهو ليه ثلاث أوجه والقاعدة مثلثة. هو ده هرم منتظم، المثلث فيه متساوي الأضلاع، وهو أقل الأوجه في المجسمات. في الهرم الرباعي قاعدته مربعة، هرم رباعي. في اللي بعد كده المنشور، منشور الثلاثي، المنشور الثلاثي مسمى منشور ثلاثي لأن قاعدته مثلثة، منشور ثلاثي. في المنشور الرباعي، منشور رباعي موجود، منشور رباعي قاعدته مربعة، والشكل ده عبارة عن إيه؟ مستطيلات، منشور رباعي. في المتوازي مستطيلات، وهو أوجهه كلها مستطيلات، أوجه كلها مستطيلات. في المكعب، المكعب هو له ست أوجه زي المتوازي مستطيلات زي المنشور الرباعي. ده إيه المكعب؟ الأوجه كلها مربعة. في الأسطوانة، الأسطوانة هي عبارة عن شكل أسطواني، الشكل القاعدة بتاعته دايرتين، والشكل الانفراد بيبقى مستطيل، احنا شفناه في فيديو قبل كده ممكن تراجعوه. في المخروط، المخروط ده شفناه في فيديو من قبل، القاعدة بتبقى دائرية، ده شكل المخروط. كده يبقى ايه، احنا عمل يعني نفذنا معظم المجسمات ما عدا الكرة، الكرة صعب تنفيذها كانفراد. لكن ده الهرم الثلاثي، الهرم الرباعي، المكعب، المنشور، المنشور الرباعي، المنشور الثلاثي، متوازي مستطيلات، الاسطوانة، المخروط.